بسم الله. بعد ما اخدنا النستد كلاس اللي هو كلاس جوه كلاس، المره دي هناخد حاجه اسمها الانر كلاس. الانر كلاس شبه قوي فكره السب كلاس اللي هو برضو كلاس جوه كلاس، ماشي، لكن بنزود في النستد اللي هو الداخلي بنزود كلمه انر بس. خلاص، لما بنزود كلمه انر على الكلاس الداخلي الوضع بيبدا يختلف. الوضع بيبدا ايه؟ يختلف. تعال نشوف مثال على طول ايه الاختلافات اللي هتتم ما بين النستد كلاس العادي وما بين الانر كلاس العادي برضو. فهنعمل كده اكزامبل. خد بالك الانر كلاس هو كلاس داخلي عادي، بس مش هيبقى بقى استاتيك و و و زي ما احنا كنا عاملين او زي ما احنا كنا شايفين مع اللي هو النستد. النستد كان عنده مشاكل. ايه مشاكله؟ ان انا عشان اوصل لاي داتا موجوده في اللي فوق لازم اعمل اوبجكت منفصل. لا، هنا المره دي ممكن نوصل عادي. حد يقول لي يبقى كده النستد فيه مشاكل، يبقى انا اشتغل انر على طول. لا، الانر ليه مميزاته اللي هي انا اقدر بشتغل عليه بشكل مباشر، يعني بقدر اوصل للبيانات اللي فيه ستاتيك. ستاتيك يعني بأثر لها بشكل مباشر. يعني لو انا عندي مجموعه من الفانكشنز اي حد يقدر يستغلها بشكل مباشر على طول، بتعمل عمليه ثابته مش محتاجه بيانات بتجيبها من كلاس تاني وكلاس ثالث وكلاس رابع، يبقى انا اشتغل ايه؟ نستد كلاس. اما لو انا عايز الكلاس يبقى جوه الكلاس بس يبقى بيقدر يشير الداتا ما بين الكلاس الخارجي والداخلي والكلام ده كله، يبقى اشتغل بفكره الانر كلاس. انا عملت ايه؟ هعمل نفس المثال عشان اوريك الفروق. عملت بيشنت 2 بس عشان اسم الكلاس يتغير عن الفيديو اللي فات، وحطيت جوه البيشنت اي دي عادي وانر كلاس الميديكال ريكورد. يبقى انا زودت بس كلمه انر على الميديكال ريكورد الداخلي، ده اللي شكله اختلف، والبريسكريبشن زي ما هي وكل شيء زي ما هو، ماشي. بس هنشوف ايه بقى ايه الفروق. قلنا الفروق الاولانيه كده انا بقدر اوصل لاي بيانات تخص الاوتر كلاس الخارجي اللي هو البيشنت، يعني من غير ما اعمل اوبجكت منه. فلو جيت عملت فانكشنز اللي كنا عاملينها قبل كده اللي اسمها جيت بيشنت اي دي، اللي هي بتريتريف رقم الايه البيشنت، اللي هي بتريتريف سترينج داتا. فانا ممكن اقوم جاي اعمل ايه؟ اقول ريتيرن. هنا بقى اقدر اقول ايه؟ ريتيرن البيشنت اي دي بشكل مباشر. ما احتجتش ان انا اقول اعمل اوبجكت من البيشنت وبعد كده انادي من الاوبجكت على البيشنت اي دي، انا بنادي على اللي موجود فوق على طول بشكل ايه؟ بشكل مباشر، لان بقى الاثنين بالنسبه لي متواصلين عادي والاثنين بقى كتله واحده. دي طبعا في فكره الكلاس اللي اسمه ميديكال ريكورد، على اساس ان هو قطعه لا تتجزا من البيشنت. لو انا عايز اعتبر كده هيبقى احسن للانر كلاس، لكن الثاني ممكن يبقى افضل لي في حالات اخرى. بس بعد لو انت محتاج، على حسب اللي انت محتاجه. يعني احنا وضحنا الفرق ما بين الاثنين. فانا عرفت فاريبل اسمه بات 1 عادي جدا، بس ده اوبجكت من بيشنت 2، وكده انا اقدر عادي جدا اقول بي 1 اللي هو بات 1 ده، اقدر اجيب كل البروبرتيز اللي جواه او الفانكشنز اللي جواه بس كده. لا، او النستد كلاسز، او اللي نبقى ادق نقول الانر كلاس عشان اقول نستد، تبقى انت فاهم اللي انا اقصده التاني. واقدر اوصل برضو للايه؟ يعني شفت الميديكال ريكورد عادي جدا، قدرت اوصل للميديكال ريكورد عادي جدا. خلاص، فقلت بات 1 دوت ميديكال ريكورد كده. هو انا بعمل كول للايه؟ طبعا الكوسين دول الكونستراكتور بتاع الانر كلاس. خلاص كده، كده اهو عملت انيشيت للانر كلاس. بات 1 دوت ميديكال ريكورد اقدر اقول له دوت واستدعي منه الايه؟ الحاجات اللي جواه زي البريسكريبشن او زي جيت بيشنت اي دي. بس خد بالك الميديكال ريكورد هنا لما عملنا القوسين هو عملنا له يعني الكونستراكتور بتاعه اشتغل، فلما الكونستراكتور بتاعه اشتغل بقى اوبجكت جديد. فخد بالك انت لو كل مره هتنادي بميديكال ريكورد والقوسين يبقى كل مره انت بتعمل انيشاليزيشن من جديد، فناخد بالنا من ده. لكن لو جيت عملت زي ما انتم شايفين كده، عملت ام ار اللي هو الميديكال ريكورد بتساوي البيشنت 2 وعملت انيشاليزيشن منه دوت الميديكال ريكورد، بقى الام ار بالنسبه لي، الام ار بالنسبه لي بقى ايه؟ بقى اوبجكت من الميديكال ريكورد على بعضه. فاقدر استخدم منه بقى الحاجات الداخليه على طول، يعني ام ار دوت بريسكريبشن، ام ار دوت جيت بيشنت اي دي. بقدر استغل كل الحاجات، كل الكونتنت بتاعت الايه؟ بتاعت الانر كلاس الداخلي، ما عنديش اي فيها اي ايه؟ اي مشكله. طيب لو جيت قلت بات 1 دوت ميديكال ريكورد دوت وقلت بيساوي الام ار مثلا، يعني عايز اساوي البات 1 دوت ميديكال ريكورد، اقول بيساوي بقى الايه اللي انا عملته ظبطته جوه البيشنت اي دي ده مره واحده. الكلام ده طبعا ما بينفعش، انا عملته في كومنت عشان ده تبقى انت واخد بالك ان دوت ان اكسسبل، يعني ما بنقدرش نوصل له بشكل سليم. خلاص،
يعني الوصول اليه ما بقدرش اعمل اكسس الكلام ده، رغم ان انا عملت الام ار وحطيت جوه البريسكريبشن وجيت بيشنت اي دي وعملت شويه حاجات، لكن مش قادر اسلمه بشكل ايه بشكل مباشر خالص. فناخد بالنا لو جينا قلنا بيشنت 2 مثلا دوت ميديكال ريكورد وقلت جيت بيشنت اي دي، جيت بيشنت اي دي اللي احنا الفانكشن اللي احنا كنا عاملينها دي، طبعا المفروض بتريتريف ليا البيشنت اي دي اللي هو ايه بقى، اللي هو البيشنت اي دي الاصلي اللي انا مغذيه اصلا وانا في اصل الكلاس الرئيسي، تمام، في اصل الكلاس الايه الرئيسي. طيب انا بحاول اوريك شويه اشكال من الاستخدامات. لو قلت بيشنت 2.ميديكال ريكورد جيت بيشنت اي دي بالشكل دوت، جيت بيشنت اي دي برضو ما بقدرش اوصل ليها بالشكل ده، خلاص. انا بس حبيت اوريك ان ايه الاشكال اللي انت ما بتقدرش توصل بيها بحيث ان مخك ما ينشغلش بيها. طبعا ما فيش نتيجه لان احنا ما طبعناش ببرنت لاين ولا حاجه، بس حاولنا بس نوضح ايه الفروق اللي حصلت ما بين النست كلاس والاوتر كلاس. اهم حاجه ان الممبرز بتاعت الانر كلاس ما هياش ستاتيك. تاني حاجه ان الانر كلاس بيقدر يوصل للاوتر للبروبرتيز والفانكشنز بتاعت الاوتر كلاس بشكل ايه بشكل عادي. الحاجه الثالثه اقدر اعمل اوبجكت من الكلاس الداخلي بشكل عادي.